والرابعة قدام حلوة إبراهيم عبد الصمد الساحب. ساحب هو والزجالوس. أسطورة كروية لا ينكر أحد بصماتها مع القلعة الحمراء. عرف بالالتزام وعشق النادي الأهلي، هو اسم لامع في الجبهتين اليمنى واليسرى مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني. هو إبراهيم عبد الصمد الذي بدأ حياته مع معشوقة الجماهير وهو في سن 11 من عمره عبر بوابة نادي المصر القاهري الذي تخرج منه الشيخ طه إسماعيل. استمر عبد الصمد في صفوفه حتى انتقل إلى نادي الزمالك لمدة 6 أشهر قبل أن يرشحه الراحل مصطفى يونس المدير الإداري للمصر القاهري آنذاك للانتقال لصفوف المارد الأحمر عام 1966. تدرب تحت قيادة الراحل ميمي عبد الحميد ليبدأ ابن حي المنيرة بالسيدة زينب رحلة النجومية والشهرة مع القلعة الحمراء. يعد إبراهيم عبد الصمد اللاعب الوحيد الذي مثل منتخب الوطني قبل خوضه أي مباراة رسمية مع النادي الأهلي بعدما قرر الراحل عبد صالح الوحش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول آنذاك اختياره لمباراة الفراعنة الودية أمام ألمانيا الشرقية. بزغ نجمه في البدايات من خلال الدورات الصيفية والمباريات الودية بسبب توقف بطولة الدوري لأحداث حرب عام 1967 والتي استمرت حتى عام 1975، أي قرابة 9 سنوات متصلة، ولعب لمنتخب مصر من عام 1967 وحتى عام 1973. إبراهيم عبد الصمد عاصر أكثر من جيل ذهبي في الأهلي حيث لعب مع المايسترو صالح سليم وطارق سليم ومحمود الخطيب ورفعت الفناجيلي وطه إسماعيل وميمي الشربيني وسعيد أبو النور ومروان كنفاني وفؤاد أبو غيدة ومع جيل حسن حمدي وفتحي مبروك وزيزو. حقق درع الدوري موسم 1974-1975 ورحل عبد الصمد بعد ذلك إلى الإمارات ولعب لصفوف الوصل لمدة موسمين ثم اعتزل وحصل على شهادات تدريبية متقدمة. اتجه لمجال التدريب في الإمارات عن طريق فرق الناشئين والشباب لأندية الوصل والشارقة التي مكث فيها 3 سنوات إلى أن جاء الراحل محمود الجهري ليتولى تدريب الفريق الأهلاوي وطلب تصعيده في الجهاز الفني عام 1985. لم يجد مسؤولو اتحاد الكرة اسما أفضل منه لإسناد مهمة القيادة الفنية لمنطقة القاهرة ليكلف باختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين والشباب، كما تولى إدارة فرع الأكاديمية بالنادي الأهلي في 6 أكتوبر، ليبقى إبراهيم عبد الصمد علامة ورمزا أهلاويا شامخا في مصر على مر العصور والزمان.